السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. اليوم عندنا شتلات إن شاء الله بنزرعها، لكن بوريكم تقليم الشتلات قبل الزراعة. التقليم والله جدا مهم ويساعد على نجاح الشتلة. شوفوا كيف هذه الشتلتين قبل التقليم، نشوف بعد التقليم كيف إن شاء الله. التقليم كيف يكون للفروع هذه اللي تحت، الفروع اللي في الساق اللي تحت والنموات، هذه النموات هذه كلها لازم تتكلم. في نموات باليد أسرع، تقليم النموات هذه يساعد على نجاح الشتلة في الزراعة، لأن الشتلة جاية من المشتل متعودة على جو ومتكيف على وضع. تقليم مهم جدا جدا، يساعدها على أنها تقوى في المكان اللي راح نزرعه فيها. وهنا بعد شوفوا كيف الحين قلمنا الأغصان اللي تحت، الحين نقلمها من هنا. شوفوا كيف، شوفوا خلصنا من الفروع اللي تحت، قلمنا الشتلة من فوق. طيب منظر يعني ما هو زين صراحة، ولكن عادي لازم نقوي قلوبنا شوي حتى نقوي الشتلة ونساعدها. هذه مساعدة للشتلة، شوف الشتلة كيف تربتها هنا قليلة وجذورها يمكن أقل. الحركة هذه خلاص تخلي الشتلة تتفادى أي مشكلة راح تواجهها. شوفوا الساق هذا فيه بذور، فيه كمية زهور. هذه تجهد الشتلة في البداية، تجهد الشتلة، الشتلة تحاول أنها تفتح لك كل الزهور هذه. وفي بذور بعد، هذه بذور تحاول تنتج بذور وتتفتح الزهور. فبالطريقة هذه يعني نساعدها ونريحها، يعني نأخذ منها عبء كثير. شوفوا كيف نحفر حفرة في المركن ونحط فيها الشتلات عشان نأخذ المقاس. نأخذ الشتلة الثانية، شوف كيف نأخذ المقاس قبل ما نقص أكياس، تقريبا المقاس مناسب. النقطة الثانية نقلم الجذور اللي طالعة من المركن أو الكيس، كل الجذور اللي هنا نشيلها. شوفوا نفتح الكيس من تحت، نحط الشتلة في المكان اللي بنزرعه فيه كده. ندفن الشتلات. بعدين بكل سهولة نسحب الكيس. الكيس هذا قوي شوي، يحتاج اني اسحبه بيدين. نفك معانا الكيس خلاص، بعدين ندفن. ادفن واجيكم. هذه الخطوة الأخيرة، نحاول ندفن ونضغط بشويش، نساوي التربة. هذه الشتلتين شتلتين البفتة، نضغط بشكل خفيف حتى لا نضغط الجذور ويمكن تتقطع. خلاص النقطة الأخيرة نروي غمر عشان التربة تتماسك، إذا في هواء يطلع اللي هي الفقاعات وبس. الحمد لله، الله يبارك لنا إن شاء الله ويبارك لكم.